طاولة مختبر مفيد صارت جاهزة وأكيد الطاولة جاهزة للأغراض جاهزين ونحن ناطرين بفارغ الصبر نانسي اسكندر. مساء الخير نانسي. Ça va? Ça va. أكيد ريدا she's missed خاصة ما أنت بتقول نانسي سمعينا واحدة زقفونا لغيدا لا بلا ميزيك سمعينا واحدة بلا ميزيك ما فيها تطلع مش ناتورال بس ناتورال نانسي شو هنعمل اليوم؟ اليوم حبيت أحكي شوي عن الساينس كيف دائما بالكيمياء هدف الكيمياء دائما انه نفصل الاشياء عن بعضك اذا بيجي بيعطيك عدس مع السكر وبديك تفصلهم عن بعضهم كيف تفصلهم عن بعضهم مصفايه كيف اذا حطيتهم بالمصفايه بيفصل بينزل السكر وبيبقى العدس لا بدها نطفي التفكير اكثر حط مي بركي بتنقيهم مثلا على ما بتنقي الذهب عن التراب بدوب السكر بيبقى العدس مثل ما بتفصل الذهب عن التراب بلش بين الزكا مزبوط مثلا بدك تحط مي بيطلع لك المي مع السكر وبيرجع بيبقى لك العدس بترجع السكر بالتبخر بيطلع لك المي بيبقى لك السكر هيدول كلهم طرق بنستعملها نحن بالعلوم كرمال تنفصل الاشياء عن بعضها هلا في وسيله فصل هي اسمها كروماتوغرافي الكروماتوغرافي بتساعد انه تفصلوا هالمواد مثلا اللي بتبقى مخلوطه ببعضها كثير وفايت ببعضها لدرجه انه انت ما تقدر كيف يعني فرجينا مثلا هيدا شوف انه خلينا نعتبر انه هيدا القلم بدنا نحن نحلله بنستعمل طريقه الكروماتوغرافي كيف هلا اكيد انا عملتها كثير مسهله جايبه ورقه فيلتر يلي هي في شيء اسمه بيبر كروماتوغرافي بتكون كثير رقيقه اذا انا معي قلم مش مي اذا معي قلم اساسه الكول حط القلم هون على ورقه الكروماتوغرافي بما انه هو قلم الكول انا بدي افصل المواد يلي مخلوط منها هالقلم على فكره هلا رح تستغربوا انه اللون الاسود ما في شيء اسمه لون اسود اللون الاسود هو انعدام الموجات يعني انت وقت عم تطلع على شيء اسود ما عندك ولا موجة عم تطلع مشان هيك ما عم تقشع اللون ما بيعمل ريفلكشن مش هيك ما في شيء اسمه لون اسود دائما الاسود هو مكون من عده الوان اذا جينا نحن جبنا هالورقه دلقنا هون نتفت الكول هيدي الكروماتوغرافي يلي كتير مبسطه طبعا بتساعد انه تفصل الالوان على بعضها ليه الكول بفوت على الورقه وبيسحب بالورقة وبيصير هو وساحب بالورقة هي والورقة عم تمتص وبتمتص كل المواد اللي مكون منها هيدا مكون من الأزرق إذا لاحظت فولا مكون من الأزرق هلا هي بتاخد وقت شوية شي خمس دقايق تتبين مزبوط أوف مثل العين أي إذا لاحظت هون هيدا قلم الأسود اللي أنا استعملته بالحقيقة هو منه أسود أنا هلأ حللته وحللت المواد الموجودة فيه وطلع عندي أنه الأسود مكون من بني وأزرق وحتى في أحمر وحتى في موف هيك بيستعملوا هن هيدي الطريقة كرمال تيحللوا الدم تيحللوا الحبر حتى المي بتتحلل بهالطريقة أكيد بماشينات أكبر في بيبر ووتر وليكويد والبدك هلأ نحن بمختبر مفيد شو بهمنا من كل هالشي بهمنا أنه جاي الصيفية ولح نستعمل الكروماتوغرافي تنعمل شيء كتير مهضوم نلبسه على البحر كباريو أو كتي شيرت أو كديزاين أنتو عاملينه بالبيت لح نستعمل الكروماتوغرافي شو بنعمل؟ بنجيب الإقلام مايو بيمشي مايو بيمشي عن جد يعني بتجيبوا تي شيرت حقا ماشي 2000 وتجيبوا إقلام ونتفت الكول وبتجيبوا إقلام يلي أصلهم الكول يلي منون ووتر منون مي لانه الالوان المي مش ووتر بيس الكول بيس بس تغسلها رح تروح رح نعمل رح نكتب بيير بتحطوا تي شيرت على هيك بس تلبسيه على البحر مش انه هيك يلا بكتب بيير لا هيدي لك انت تلبسها طيب شو بنعمله لا بنعمل لك قلب اوكي بنجيب رح نقي لك الاصفر شو بنعمل بتجيبوا هون الالوان بتشدوا التي شيرت على جات بحبله وبتعملوا القلب
طبعا بتلونوه. هذا جات عبارة عن بطنه لبيير ولا ما خاص؟ هيدا قلبه لبيير الكبير أصفر. شو معناتها قلب أصفر؟ آه أنا نقيت لك الألوان اللي كتير روز، نقيت لك حتى لك أحمر إذا بدك أزرق ماشي. بتعملوا اللون اللي أنتوا بدكن إياه، كتير كتير الميثود هينة. أكيد بتشبعوها شوية ألكول. رح فرجيكم شو بيصير. هي الكروماتوغرافي فكرتها انه هالمواد بما اخضر اخضر اذا بدك انا بكمل انت كلمة تفسير على الكاميرا. نعم هلا مجرد انا حط الالكول بنص الرسمه رح تفلش الرسمه وتعطي الافي تبع كيف كانوا يلبسوا الهيبيز بسموهم تاي داي شيرت، يعني بتلاقوا هيك تاشيت على التي شيرت ملونه. هلا هي طريقه كتير مهضومه وهينه انه تعملوا تاي داي شيرت. رح فرجيكم اخر شيء كيف تطلع. بيير بعده عم بعده رح فرجيكم هون شوي. لا مش ضروري تعمل لوحه يعني انت عم تكتب وتروح. على الشباب بيير، على فكره بحب حي السكوت وكل انسان كان لانهم بحبوا الطبيعه دائما. خلينا نحط هون. هلا احنا ما شبعنا هلا بنحط. شوفوا كيف رح نقط الالكول بنص الرسمة. مجرد انه انا نقطت الالكول، الالكول بيسحب بالقماشة وبيفتح الرسمة، بتفتح على بعضها. بصير عندكم هيدا وبيير كمان هون كتب شيء كتير مهضوم. رح فرجيكم اياه. بس كان لازم تحط لونين، هو بس تحطوا ثلاث الوان ببين الافي احلى. راحت الكتيبة. لا ليك طلعت مموجة أحلى بكتير. بترجعوا إذا بدكن إياها ما تفلش كتير دغري بتنشفوها بالسيشوار. شوفوا شو عامل بيير، شوفوا اللوحة الفنية اللي بده يلبسها على البحر. بيير وين بتروح على البحر أنت؟ على فكرة ما في كهرباء ما خبرني. رح افرجيكم الديزاين اللي عمله بيير بظرف اقل من ثانية. ثانك يو كتب. نعم حبيك موت يا نانسي. رح فرجيكم لعن جد الديزاينز اللي ممكن تعملوهم. يعني ممكن تعملوا عدة ديزاينز حد بعضهم. كثير هينة الفكرة. نعم وبتفلش على بعضها او بتعملوا تي شيرت كلها سوا يوزنج كروماتوغرافي. رح نعمل دعاية للمحل نانسي اكسسوارز بالزلقة. على ما طلعيها دعاية مبطنة يلا. بس حلوة لا وجبنا هيك. نعم او بتعملوها هيك كلها سوا. يعني انتم الحجم اللي انتم بتحبوه بتكونوا يوزنج ساينس عملتوا تي شيرت او باريو او شيء استعملتوه انتم للصيف. وحلو انه للبحر، يعني اول ما يوصل واحد رح يشلحها. كونسيبت حلو كثير. نعم خاصة للولاد بتكون عملت شيء بيرسوناليز. تخيل انه مثلا انا هلا هيدي رح البسها وامشي فيها، قد ايه انت رح تكون مبسوط؟ هيدا عمول منيح وكب البحر يعني بنفس الوقت. نانسي اسكندر بدنا نقول لك ميرسي بوكو. يعني فعلا دائما الاشخاص بفوتوا وعفوا بتفوت اكثر على صفحتنا الاخر على فيسبوك، لان كل الاشخاص بيطالبوا يعني وين فينا نجيب هالقطع وكل هالقصص. يعني لا قد ما فينا عم جد اليوم فوتر تي شيرت على الكول ما تكتبوا وين فينا نجيبه، يعني كثير هينه تعرفوا وين فيكم تجيبون. بس اذا حابين تعرفوا شوي اكثر تفاصيل كيف فيكم تعملوها اكيد نانسي رح تكون موجوده على صفحه من الاخر على فيسبوك. نانسي بدنا نقول لك ميرسي كثير لانك موجوده معنا وثانكس دائما لكل هالاكسبيرمنتس. بريك تالت بحلقتنا ما تروحوا لمحل. بريك وبنرجع.